يجب أن أقرأ. دائما نبدأ بالفاعل، من الذي يجب أو ينبغي عليه أو لابد أن يقرأ؟ أنا. إذن دائما نبدأ بالفاعل، الفاعل هنا ضمير I. يجب أن نحفظها have to. I have to. يجب أن، ينبغي أن، علي أن. أقرأ read. I have to read. يجب أن تكتبها here. إذن دائما نبدأ بالفاعل، الفاعل كما قلنا أيضا ضمير. يجب أن أيضا نحفظها has to. يكتب أو تكتب write. She has to write. يجب أن تكتبها. إذن هي. يجب أن يستمع. إذن هو. إذن نبدأ بالفاعل أيضا he. أيضا يجب أن نحفظها has to. يجب أن يستمع listen. طبعا التي ما تلفظ he has to listen. يجب أن نتحدث. إذن نحن أيضا we. يجب أن have to. نتحدث speak. We have to speak. لاحظ يجب أن كل الحالات استخدمنا have to مع I و has to مع she و has to مع he و have to مع we. القاعدة تقول مع I, we, you, they نستخدم have to. مع هي شيء نستخدم has to. تحفظ هكذا. يعني I have to, we have to, you have to, they have to. إذن have to معناتها يجب أن. Has to أيضا يجب أن. لكن تستخدم مع he, she, it. يعني he has to, she has to, it has to. إذن تحفظ بهذه الطريقة. ممكن شخص يقول have نعرف يملك. نعم، لكن إذا جاء بعدها to تأتي بمعنى يجب. أيضا has بمعنى يملك. إذا جاء بعدها to بمعنى يجب. يجب أن. إذن بهذا الشكل يجب أن تحفظ. إذن I have to read. She has to write. He has to listen. We have to speak. إذن نحفظ have to يجب أن، has to يجب أن. إذن انتبه بهذه الطريقة نحفظها. ينبغي أن أو علي أن أو لابد أن. نفس الترجمة بتكون have to أو يكون عندنا